راديو ميد بودكاست. مونديال انفو برعايه ايفاتور. الخمسة أربع دقائق على راديو ميد، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني موعدنا في مونديال انفو. الموعد غدوة بعد غدوة مع مباريات دور النصف النهائي. غدوة باش يكون الموعد مع القمة السبعة في سان بيترسبورغ فرنسا في مواجهة بلجيكا. لجنة التحكيم بالفيفا عينت الأوروغواياني أندريس كونا لإدارة المباراة. هذه طريف المباراة وطريف التعيين هذا، أنه فرنسا تأهلت في دور الربع النهائي على حساب الأوروغواي، دونك تعيين خلى الجماهير الفرنسية ماهيش راضية بالكل، مع العلم أنه فرنسا تأهلت في مباراة الأوروغواي على حساب المنتخب الأرجنتيني في الدور الثمن النهائي، والحكم كان في ماتش الأوروغواي أرجنتيني. يعني كل ما تترشح فرنسا يحطولها الأربيتر نتاع البلاد اللي نحات. الحكم الأوروغواياني كونا أدار زوز مباريات في المونديال، الأولى جامعة فرنسا زيادة بالمنتخب الأسترالي، وكان له شرف إسناد أول زوز ضربات جزاء بالاعتماد على تقنية الفار للمنتخبات الزوز، كما حكم مباراة المنتخبين الإسباني والإيراني واللي وفات بفوز إسبانيا هدف مقابل صفر. مواصلين مع ماتش فرنسا وبلجيكا، نحكي أرقام. المنتخب الفرنسي شارك في دور النصف النهائي لأول مرة بعد 12 عام، يعني بعد نهائي دورة 2006 في ألمانيا، من خسر المنتخب ضد إيطاليا في الفينال 5-3 بركلات الترجيح، وكان وقتها الفينال الشهير لزين الدين زيدان والنطحة الشهيرة لماتي رادزي. في حين نحكيه على المنتخب البلجيكي اللي يغيب برشا على الدور النصف النهائي، وأكثر منتخب لعبت له فرنسا هو المنتخب البلجيكي، لعب ضده 74 مناسبة، لكن المنتخبات تلقاو كان مارتينا كاو في نهائيات كأس العالم. آخر مباراة جمعتهم هي مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال المكسيك عام 86 اللي فاز فيها فرنسا 4-2 في الوقت الإضافي. بالنسبه لزوز تشكيلات المحتمله غدوه، فرنسا باش نلقاو في الكاش كالعاده يوغو لوريس، لوكاس هيرنانديز، سامويل اومتيتي، رافائيل فاران، بنجامين بافار، نغولو كانتي، بول بوغبا، بليز ماتويدي، انطوان غريزمان، كيليان امبابي واوليفي جيرو. المنتخب البلجيكي كالعادة في الكاج كورتوا، فيرتونغين، كومباني، توماس فايرل، ميلان، ألدر فايلد، فيتسيل، كيفن دي بروين، نصر شادلي، كاراسكو، إيدن أزار، روميلو لوكاكو. نحكيه على البوليميك اللي عملها التصريح، وإلا كما نقولوا المنتخب الكرواتي ولاعبه فيدا، والتصريح اللي قاله مع أوكرانيا والنصر لأوكرانيا. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اتخاذ قرار باستبعاد عضو بعثة منتخب بلاده أوغنين فوكيفيتش قبل نهارين مباراة كرواتيا ولونغريتير. وقال المكتب الصحفي للاتحاد الكرواتي أنه اتخذ قرار استبعاد اللاعب الدولي السابق أوغنين فوكيفيتش بسبب تعليق في شريط فيديو نشره زميله المدافع فيدا بعد تغلب منتخب كرواتيا على روسيا بركلات الترجيح. المدافع فيدا في مقطع فيديو بعد انتهاء ماتش روسيا كان يصرخ ويقول المجد لأوكرانيا، قبل ما يضيف أوغنين فوكيتش هذا الانتصار لدينامو وأوكرانيا إلى الأمام كرواتيا، شيء اللي خلى الاتحاد الكرواتي يعاقب اللاعب الدولي السابق أوغنين فوكوفيتش. نحكيو تويك على الحكام وشنو بقاو من حكام. الاتحاد الدولي كرة القدم الفيفا ولجنة الحكام اختارت 12 حكم و26 حكم مساعد و10 حكام فيديو مساعدين للمرحلة النهائية من كأس العالم، ولتتضمن مواجهة الدور النصف النهائي إضافة للمباراة النهائية والترتيبية. دونك مازالوا أربع ماتشوات، خلاوك يعني 12 أربيتر، 26 أسيستون، و10 حكام متاع فار، وتم تقليص عدد الحكام في ظل نقص المباريات، وتتكون القائمة من الحكام هذوما. من آسيا نلقاو علي رضا فجاني من إيران، من أفريقيا مالانج ديديو من السنغال، من أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي نلقاو مارك جيجر من الولايات المتحدة الأمريكية، سيزار أرتور راموس من المكسيك، من أمريكا الجنوبية أندريس كونيا من الأوروغواي، نيستور بيتانا من الأرجنتين، ساندرو ريتشي من البرازيل، من أوقيانوسيا ماثيو كونغيز من نيوزيلندا، من أوروبا نلقاو كونيس شاكير من تركيا، بيورن كيوبرز من هولندا، ميلوراد مازيتش من صربيا، جان لوكا روكي من إيطاليا. ذوما الحكام الأساسيين. بالنسبة للقائمة متاع المساعدين القوم من أمريكا الجنوبية، ويلتن سان باولو من البرازيل، مارو فيغلانيو من الأرجنتين، من أوروبا باستيانا دانكيرت من ألمانيا، أرتور سواريز من البرتغال، باولو جيل من البرتغال، زيدا ماسيميليانو إيراتي من إيطاليا، داني ماكيلي من هولندا، دانييلي أورساتو من
إيطاليا، باولو فاليري من إيطاليا، وفيليكس زاور من ألمانيا. أعلن اليوم الاتحاد الإسباني تعيين لويس أنريكي مدرب للمنتخب بعد نهاية رحلة منتخب لاروخا في مونديال روسيا، وإن تمت إقالة المدرب فرناندو ييرو اللي قاد لاروخا حده للدور الثمني النهائي، وزاد بعد الاستغناء على لوبيتيغي، وتكون التجربة الأولى لأنريكي كمدرب للمنتخب الوطني بعد ما سبق له تدريب فرق روما، سيلتا فيغو، برشلونة وغيره من الفرق الأخرى، لكن تبقى فترة قيادته للبارسا الأفضل خلال مسيرته التدريبية. الدومي الثاني يتلعب بعد غدوة مع السبعة زادة في موسكو، كرواتيا تواجه إنجلترا. كانت هذه ثاني موعدنا في مونديال انفو، موعدنا الستة في سبور انفو في لمن. مونديال انفو برعاية إيفاتور راديو ميد بودكاست.